بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم القدوة، لأن الحقيقة القدوة أول ما يجب أن تراه في المقتدى الذي تريد أن تجعله قدوة لك وتقتدي به هو التعلق بالله، أن يكون هو صادقا، بمعنى أن يكون موحدا، أن يكون موحدا بمعنى مخلص في تعلقه بالله، في توكله، في اعتماده، في رضاه، في رضا عقده إلى آخره. ولهذا قال: ذلك هدى الله، هؤلاء المهدون، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. حاشاه أن يشركوا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مما يدل على عظم التوحيد وعلى دقة الشرك، نسأل الله السلامة. إذا كان الله عز شأنه جل في علاه أتى بالشرك واحتماله الذي يعني في هؤلاء، وإن كان بعيدا لكن 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 أبعد شيء، ولو أشركوا. هؤلاء أولو العزم، هؤلاء نوح وآدم، أصول البشرية، وإبراهيم وموسى وعيسى، ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: أولئك الذين هدى الله. طبعا فأولئك يعني الله عز وجل أثبت لهم الهداية التامة. وأحيانا الإشارة البعيد أولئك أحيانا تعني التعظيم وتعني مزيدا من التشريف والتكريم. ثم قال: فبهداه مقتده.